اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الى حلقه جديده من فضاء حر، نناقش فيها وضع الصحافه والصحفيين في اليمن. هل اصبحت الصحافه في اليمن جريمه تستحق العقاب؟ شعار صحفيون لا رهائن، خرج يوم أمس العشرات من الصحفيين والناشطين في كل من تعز ومأرب للمطالبة بالكشف عن أسباب الوفاة الغامضة للصحفي محمد العبسي في صنعاء. إذن الصحفيون الذين كانوا يمارسون مهنة المتاعب في صنعاء وغيرها تحولوا إلى قتلى ومختطفين ومعذبين ومشردين في الداخل والخارج. يأتي ذلك بعد أن صارت عشرات المؤسسات الإعلامية التي كانت تعمل في صنعاء إلى ما قبل الانقلاب بيوم واحد أثراً بعد عين. الصحف الأسبوعية واليومية الحزبية والمستقلة توقفت عن الصدور، معظم مكاتب القنوات الفضائية المحلية والخارجية أغلقت ونهبت معداتها، وتم مطاردة واختطاف العاملين فيها، وحجبت أيضاً المواقع الإلكترونية الإخبارية واختطف الخطاب الرسمي للدولة. كيف أصبحت صنعاء خالية من الصحفيين ومن العمل الإعلامي بعد أن كانت الحالة الإعلامية في اليمن قد بلغت مرحلة الطفرة، خاصة بعد الثورة الشبابية في العام 2011؟ لماذا كل هذا الخوف والتوجس من الصحافة والصحفيين؟ وهل باتت الصحافة جريمة بعد الانقلاب؟ وما هو المتاح الآن لإنقاذ ما تبقى من هامش للإعلام في اليمن وتوفير الحماية لمن لا زالوا في الداخل؟ أسئلة كثيرة نحاول خلال هذه الساعة أن يجيب عليها ضيفينا عبر سكايب من القاهرة الصحفي والضاح الجليل، ومن صنعاء عبر الهاتف الصحفي علي جاحز، والذي كنا نتمنى أن يكون معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية لولا أن جماعة الحوثي لا تسمح لقناة بلقيس البث من صنعاء. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأتوجه إليكما بالسؤال المشترك بداية. كيف تصف واقع الصحافة في اليمن بعد الانقلاب؟ والبداية معك أستاذ علي جاحز. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنت حكمتي أنه لا يوجد صحفيين في صنعاء، ثم تقولين نرحب بالصحفي علي جاحز من صنعاء. نعم. أنا موجود، أنا صحفي، أنا موجود في صنعاء. زملائي الصحفيين موجودين في صنعاء بكافة توجهاتهم السياسية فقط هناك صحفيون ومؤسسات صحفية أغلقت مكاتبها في صنعاء بعد ثورة 21 سبتمبر، وهرب وبعضها سرق بعد العدوان، سرق إلى اليمن فرار. لا يوجد صحفيون معتقلون ولا صحفيون قتلى، وأرجو عدم المتاجرة بموضوع موت الأستاذ محمد العبسي، لأنه صديقنا وعزيز علينا وكان له دور مشهود يعني في أيام العدوان. لا نريد أن نبالغ وأن نزايد على الواقع الذي في اليمن. هناك صحافة كانت مؤيدة للعدوان وحبذت أن تخرج إلى الخارج لكي تعبر عن رأيها أو عن توجهها في مساندة العدوان. لا أعتقد أن في أي دساتير الأرض ولا في أي أعراف الدول أن هناك دولة تنتهك سيادتها وتدمر وتكسر ويقتل شعبها، وتتيح لمن يؤيد ذلك أن يتكلم وأن يعمل مع العدوان ومع التدخل الخارجي. طيب. في مجال الصحافه او في مجال الاعلام هذا. طيب اذا طيب نكتفي بهذا. اسمحي لي اكمل، رجاء اسمحي لي ان اكمل فكرتي. يعني انت الان تجيب عن كل اسئله الحلقه تقريبا. لو كان في السعودية او في تركيا صحفي يتحدث ضد هادي، فقط ضد هادي، لا أعدم في السعودية. وفي تركيا لو كان هناك صحفي يتحدث لصالح الانقلاب في تركيا لا أعدم. هناك ثوابت وطنية يجب أن يلتزم بها الناس في ظل الظروف الاستثنائية. لا يوجد حرية ضد الوطن ومع الخارج، لا يوجد حرية. طيب إذا السؤال ذاته أستاذ وضح، يعني أرجو أن لا تخوض في الرد على ما جاء في حديث الأستاذ علي لأنه سيكون يعني محل نقاشنا خلال الحلقة. أسألك كيف تصف واقع الصحافة في البلد بعد الانقلاب؟ واقع الصحافة اليمنية بعد الانقلاب لا يحتاج إلى الكثير من الحديث واللساب حول هذا الأمر. بداية أنت لا تريدين مني أن أرد على
علي جاحظ مباشرة، لكنك أنت في البداية قلت أن مكاتب أو مكتب قناة بلقيس مغلق في صنعاء ولا تسمح لها سلطات الانقلاب بالظهور لايف أو على الهواء من العاصمة صنعاء، وهو يتحدث الآن إلى القناة عبر الهاتف. هناك الكثير من الأرقام التي تشير إلى واقع الصحفيين في اليمن، وهي أرقام مهولة يحتاج أن يتم تدوينها وحفظها، لا أستطيع أن أذكرها الآن بالكامل، لكن هناك مثلا أود أن أشير إلى أن أكثر من 257 انتهاك نفذ منذ قيام الانقلاب في 21 سبتمبر 2014، تم إغلاق 8 إذاعات و8 منظمات و38 صحيفة، تم حجب 86 موقع يمني، هذا إضافة إلى المئات من المواقع الإخبارية غير نعم اليمنية. هذه الأرقام أستاذ وضاح سنذهب إليها الآن في مادة، وأستسمحك أنت وضيفي الكريم أستاذ علي جاحظ والمشاهدين لمشاهدة هذا التقرير الذي يستعرض أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها الصحافة في اليمن خلال العامين 2015 و2016، ومن ثم نعود للاستمرار في النقاش. خلال عامي 2015 و2016 قتل 19 صحفياً خلال الحرب في اليمن، وخلال العامين الماضيين بلغ عدد الصحفيين الذين تم اختطافهم لفترات مختلفة 115 صحفياً، ولا تزال ميليشيا الحوثي تختطف 15 صحفياً في سجونها حتى الآن، فيما يختطف تنظيم القاعدة صحفياً واحداً بالمكلة. وبعد اقتحام صنعاء تعرضت الصحافة والصحفيون للانتهاكات التالية: 37 حالة ضرب، 27 حالة اقتحام وقصف مقار إعلامية، 12 حالة اقتحام واعتداء على ممتلكات ومنازل صحفيين، 8 حالات نهب ممتلكات ومقتنيات وسائل إعلام، 11 حالة تعذيب، 51 حالة تهديد ومضايقة وتشهير، 36 حالة إيقاف صحف وإغلاق مكاتب قنوات ووسائل إعلام، 31 حالة حجب مواقع إلكترونية، 20 حالة إيقاف رواتب صحفيين. إذن جملة كبيرة من الانتهاكات التي ربما وصفت بأنها الأكبر، ووصفت اليمن على إثرها بأنها من الدول الأكثر فتكاً بالصحافة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين. أتحول إليك من جديد الأستاذ علي جاحظ. كنت تتحدث قبل التقرير عن أنه ليس هناك صحفيون مختطفون ولا صحفيون قتلى بسبب الجماعة، ماذا عن 15 صحفياً مختطفاً داخل سجون الميليشيا منذ ما يقارب العامين؟ هناك عملاء وجواسيس يشتغلون لصالح العدوان موجودون في السجون، سواء كانوا يحملون صفة صحفي أو صفة مهندس أو صفة تربوي أو صفة ثقافي أو صفة شاعر أو أي صفة كانت، لا يمنع أن يعتقل وأن يلقى القبض عليه إذا كان يشتغل لصالح العدوان، سواء عبر التجسس أو عبر التحريض أو عبر ممارسة أعمال خيانية تخون الوطن. هذا لا يمنع سواء كانت صفته صحفي او غير صحفي. إذن انت كصحفي تبرر اختطاف زملائك الصحفيين وتجد ان مساله تهمه العماله والارتزاق مبرر مقنع بالنسبه لك؟ نعم، انا صحفي وايضا انا محاسب في احدى الشركات التجاريه، يعني اذا كان المحاسب ايضا اشتغل لصالح العدوان عميلا او جاسوسا او في اي عمل لصالح العدوان، حتى ولو مجرد انا بوجهه نظري ولو مجرد الكتابه، مع ان السلطات هنا لا تحاسب على الكتابه، لكن انا اعتبر ان اي موقف مساند للعدوان يستحق الاعتقال ويستحق التحقيق معه لانه ينتهك ثوابته الوطنيه. طيب، بالنسبة هذا كلام حاسم بالنسبة للمؤسسات والصحف التي أغلقت، هي أنا قد قلت لك مسبقا بأنها فرت من اليمن لأنها تريد أن تساند العدوان وتريد أن تقف إلى جانب العدوان ولا تريد أن يعترضها أحد، ولذلك خرجت من الخارج تتكلم من الخارج.
هذا هو الذي إذا إذن الصحف الصحف والمؤسسات الإعلامية أغلقت بذاتها، يعني لم يتم اقتحام مقراتها من قبل جماعة الحوثي ونهب ممتلكاتها. في جزئية الاختطاف، يعني تحدثت بأن منهم مختطفون لدى جماعة الحوثي هم مرتزقة وعملاء وجواسيس، ما علاقة ذلك بتعذيبهم بحرمانهم من أبسط حقوقهم كسجناء ومختطفين من حقهم في الحصول على علاج وعلى رعاية صحية وعلى زيارة أهلهم لهم؟ ما علاقة هذه الجرائم أيضا المركبة داخل جريمة الاختطاف في موضوع التجسس والارتزاق؟ إذا كان هناك تعذيب وما إلى ذلك ليس بكونهم صحفيين، لا أعتقد أن ذلك بكونهم صحفيين. هناك معتقلين بكونهم جواسيس وعملاء ومرتزقة، هذا الموضوع ليس لأنهم يحملون بضائق صحفيين أو ما إلى ذلك أو هذا. نعم، وأنا أسألك بعيدا عن كونهم صحفيين أستاذ علي، بعيدا عن كونهم صحفيين وبعيدا عن كونهم زملائك وزملاء مهنتك، أتحدث عن الجوانب الإنسانية فيما يتعلق بحقوقهم كسجناء كمختطفين. نعم، هذه الادعاءات ربما تكون ادعاءات، وهذه الادعاءات لا يجوز ان نجزم بصحتها او عدم صحتها الا اذا نزلت لجان تحقيق محايده تحقق في الموضوع هذا. هذا من ناحيه، من ناحيه الزملاء الذين فصلوا من اعمالهم، اذا كان هناك بالفعل فصلوا ناس صحفيين من اعمالهم فنتيجه تغيبهم. نعم، لم ناتي بعد الى ما الى مساله الفصل، يعني نحن لا زلنا في مساله الاختطاف والقتل والجرائم الجسيمة، يعني مسألة الفصل لم نصل لها بعد. أستاذ وضاح القليل، يعني استمعت إلى ردود الأخ علي جاحز، يرى بأنه من تم اختطافهم ليسوا سوى مرتزقة وجواسيس، هل هذه مبررات مقنعة بالنسبة لك كصحفي؟ أولا مسألة الاحتكار الخطاب الوطني هذه مسألة دأب عليها الانقلابيون وعلي عبد الله صالح منذ فترة طويلة، حتى منذ ما قبل الانقلاب. الأمر هنا يتعلق ليس فقط بالانتهاكات الموجهة ضد الحوثي، ضد الصحفيين والإعلاميين. هذه الجماعة الانقلابية بالتعاون والشراكة مع علي عبد الله صالح انقلبت على الشرعية، شرعية التوافق السياسي اليمني، انقلبت على كافة مكونات المجتمع اليمني وفرضت انقلابها بقوة السلاح، وارتكبت جرائم بحق كل اليمنيين وما الصحفيين والإعلاميين إلا جزء بسيط من هذا المجتمع اليمني. هذه الجماعة توسعت في كافة المناطق التي استطاعت أن تصل إليها ميليشياتها، فرضت على اليمنيين حربا، وفرضت أيضا من خلال هذه الحرب تدخل خارجي. وبمضمون وبمجمل هذه الأفعال استطاعوا أن يحتكروا الخطاب الوطني لصالحهم وأن يحولوا الآخرين ومن يرفضون توسعهم وانتشارهم واستيلائهم على السلطة ومؤسسة الدولة وفرض الانقلاب والحرب على اليمنيين، كل من يناهضهم يتهمونه بأنه مرتزق وعميل وخائن وما إلى ذلك من هذه الاتهامات. بالتالي هذه الاتهامات هي مجرد جزء أيضا من العدوان وعلى اليمنيين واختطاف دولتهم ومستقبلهم ومصيرهم. أود هنا أن أشير إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب ليروث طالب اليوم، أو عفوا أعرب عن قلقه من وفاة الزميل محمد العبسي، ودعم موقف أسرته في المطالبة بتحقيق نزيه وشفاف ومستقل في قضية وفاته، وأيضا تشريح جثته بواسطة طبيب يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين. أستغرب كيف يدلس علينا الحوثيون والآن الأستاذ علي جاحز يقول أن هناك متاجرة بقضية وفاة الزميل محمد العبسي، كيف يكون هذا تدليس أو هناك متاجرة به؟ هذه القضية لابد أن تخضع بالفعل لتحقيق نزيه وشفاف. ما الذي قدمه حتى الآن الحوثيون في هذا الشأن، في هذه القضية؟ لاحظنا كثير من التعاطف والتسريبات التي حدثت بعد وفاة الزميل محمد العبسي، وكلها تشير إلى تورط قيادة. لا أستطيع أن أجزم في هذه المسألة الآن، لكن يفترض أنه لو كانوا بالفعل يريدون أن لا تحدث متاجرة بقضية الزميل محمد العبسي، أن يبادروا هم إلى كشف كافة الملابسات حول وفاته، خصوصا أنهم يسيطرون على كافة مؤسسة الدولة، يراقبون حتى أجهزة يراقبون الاتصالات وأجهزة الموبايلات واللابتوبات لكل الصحفيين اليمنيين تقريبا.
الواقع في اليمن لا يتعلق كما قلت بحرية الصحافة والتعبير فقط، هو إنما بحرية ومستقبل اليمن والبلد بشكل كامل. توثيق الانتهاكات التي حدثت بحق الإعلاميين هو ربما أفضل توثيق حدث للانتهاكات الموجهة ضد اليمنيين. هناك مئات الآلاف من الجرائم ترتكب يوميا بحق المدنيين، ومدينة تعز شاهدة على هذه الجرائم وما يحدث فيها يوميا من قصف على الأحياء السكنية. إذن ونحن أيضا نؤكد بأنه حتى في مقدمة الحلقة لم نتحدث عن طرف بعينه يقف وراء مقتل يعني الصحفي محمد العبسي، وإنما تحدثنا عن أن هناك شكوك تدور حول ظروف مقتله وأن هناك مطالبات لتحقيق بهذا الشأن. دعنا نتحدث في الجرائم التي أصبحت واضحة والتي يعرفها الجميع. سيد علي جاحظ، يعني أنت تحدثت قبل قليل بأن كل من سيتحدث خارج إطار أو خارج رغبة الخطاب والتوجه الحوثي أو الانقلابي يعتبر مرتزق ويعني وعميل كما وصفته، ثم تتحدث بأن هذه الجماعات أو هؤلاء الأفراد أو هذه المؤسسات انتقلت إلى الخارج بمحض إرادتها يعني دون ضغوط من قبلكم. كيف يمكن أن نجمع بين هذين المنطقين؟ ثم من هي الصحف والمؤسسات الإعلامية التي المعارضة طبعا أتحدث التي لا زالت موجودة في صنعاء؟ نعم، أنتم تتحدثون عن المبدأ. أولا نتحدث عن المبدأ، أولا لا يوجد شرعية، الشرعية التي تتحدثون عنها فرت من اليمن بمحض إرادتها وقدمت استقالتها وتركت السلطة مرمية على الرصيف، فجاء من يحملون الهم الوطني وتلقفوا تلك الصلبة واستطاعوا أن يديروا مؤسسات الدولة، فجاء العدوان ليعاقبهم، جاء العدوان ليعاقب الشعب اليمني لأنه وقف بوجه الحكومة الوصاية وصلبة الوصاية. هذا المبدأ، وبالتالي فإن معلش يعني ولو دعنا نختلف معك طبعا من حيث المبدأ، لأن المبدأ من أساسه طبعا غير نعم. صحيح، وأنت تحدثت نعم. عن أمور يعرفها الجميع، لن تترك الشرعية بالتأكيد يعني الأمور بمحض نعم. إرادتها كما قلت ترك هذه البلاد نعم. بعد أن تم ملاحقته من في منزله ويعني والقصة معروفة، وحتى لاحقته الطائرات إلى عدن. هذا أمر يعني ليس هو في سياق نقاشنا، لكن أنا مضطرة يعني للمداخلة حتى لا تمر الجملة. أترك الحلقة التي تتحدثين أنت تتحدث عنها، تفضل. بالنسبة لما تسمونه حرية صحافة وصحف معارضة، لا يوجد شيء اسمه معارضة فيما يخص الثوابت الوطنية. المعارضة يجب أن تكون تحت سقف الوطن وتحت سقف الثوابت. لا يوجد شيء اسمه معارضة وأنت تقبع في نعم. نعم أستاذ علي. طيب إلى أن نحل مشكلة الاتصال مع ضيفنا علي جاحظ من صنعاء، تحول إليك وضاح القليل للتعليق على آخر ما كان يقوله ضيفنا من صنعاء. لا يوجد هناك معارضة طالما تتعارض مع القيم الوطنية. هنا نتحدث يعني من الذي يحدد هذه القيم الوطنية وهذه الثوابت الوطنية حتى يتم إقصاء ومعاقبة الطرف الذي لا يعد وطنيا من وجهة نظره؟ كما أشرت سابقا، الانقلاب حدث ضد ليس ضد فقط شرعية الرئيس عبد الرب وهادي، وإنما ضد الإجماع الوطني بشكل عام. ما يثبت أن ما حدث انقلاب هو هذه المقاومة الشعبية الموجودة في كافة المناطق التي توسع فيها الحوثيين تقريبا. هذه المقاومة تثبت أن هذا الانقلاب غير شرعي، وأنه هو من وأن هذه المقاومة هي الشرعية. ما يريد أن يوصله علي جاحظ من خلال هذه الكلمات أن هذا مبرر لكافة الجرائم التي ارتكبت بحق كافة اليمنيين. أتذكر قبل فترة كانت تعقد فعاليات تنظمها إحدى الهيئات التي أنشأها الانقلابيون أو الصحفيون الموالون للانقلاب، أمثال الاتحاد الإعلاميين اليمنيين أو ما شابه، نظموا فعاليات تضامنية مع قنوات
تابعة لإيران في المنطقة مثل قناة المنار وقناة الميادين. طيب سأعود إليك أستاذ ضحى، أعتذر عن المقاطعة لأنه عاد إلينا الأستاذ علي جاحزة من صنعاء. أهلا بك أستاذ علي، أسفنا انقطاع الاتصال يبدو من 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 المصدر من جهتكم، كنت تتحدث بأنه لا يوجد شيء اسمه معارضة طالما يتعارض مع القيم الوطنية، يمكنك أن تكمل. نعم، لا يوجد هناك شيء اسمه معارضة تحت خارج سقف الصوابط الوطنية، ولذلك أي مطالب تطالب بأن يكون هناك صحافة معارضة إنما تقصد فقط أن تكون هناك صحافة مؤيدة للعدوان، وهذا خارج المنطق. يعني المعارضة يجب أن تكون داخل الصوابط الوطنية وتحت سقفها في هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أعتقد أن في كل الأعراف الدولية يبدو أن هناك مشكلة، سنعاود الاتصال أيضا مع الأستاذ علي جاحز. أتحول إليك أستاذ وضاح الجليل، أيضا كنت في سياق الحديث عن فعاليات كان قد أقامها عدد من المحسوبين على الانقلاب لدعم وتأييد بعض القنوات والوسائل الإعلامية تابعة لإيران مثل المنار وغيرها. أستاذ وضاح. نعم، كانت هناك فعاليات تضامنية مع قناتي المنار والميادين. في هذه الفعاليات تم إحضار عربات نقل خاصة بإحدى القنوات الفضائية التي تم إغلاق مكتبها في صنعاء، أعتقد هي قناة الجزيرة، وهناك أيضا كاميرات تلفزيونية تابعة لقنوات أخرى من التي تم إغلاقها والاستيلاء على منهوباتها. كان هذا تناقضا صارخا ومفضوحا جدا، كيف يمكن أن تتضامن مع قناة فضائية وأنت تستخدم أدوات منهوبة من مكتب قناة فضائية أخرى؟ نعم. كيف يمكن أن تتضامن مع قناة فضائية وأنت تسببت بمقتل صحفيين بوضعهما داخل معسكر معرض للقصف، وبعد ذلك التبرير بأن هؤلاء عملاء ويستحقون ما حدث لهم؟ في كافة الأحوال إذا كان هؤلاء يريدون أن يثبتوا بالفعل أنهم سلطة ويقبل بها اليمنيون، فعلى الأقل يتعاملوا مع اليمنيين بالمنطق وبالقانون وليس بهذه الوسائل والأساليب، اختطاف وقتل وتعذيب وإخفاء قسري. الزميل الصحفي عبد الخالق عمران يوشك أن يموت هذه الأيام تحت وطأة التعذيب في معتقلات الحوثيين، وبرغم كل المناشدات التي عبرت كل فضاءات التواصل الاجتماعي حول العالم من أجل إنقاذه لم تحرك هذه الميليشيا ساكنا، بل أمعنت في تعذيبه وإذلاله ومحاولة قتله من خلال التعذيب. نعم أستاذ وضح. طيب من جديد عاد إلينا الأستاذ علي جاحز، ونعتذر يبدو أن المشكلة لديك أستاذ علي من هاتفك، أتمنى أن لا تتكرر هذه المشكلة. أستاذ علي كان يتحدث الآن أستاذ وضاح عن بعض المفارقات الغريبة لسلوكيات يعني بعض الإعلاميين المحسوبين والموالين للإنقلاب بأنهم قاموا بفعاليات والتضامن مع بعض القنوات الدولية، قنوات إيرانية وغيرها، واستخدموا أثناء فعالياتهم التضامنية أدوات منهوبة لصحف ولقنوات محلية تم إغلاقها. يعني كيف تنظر إلى هذه المفارقة الغريبة والساخرة بطبيعة الحال؟ أستاذ علي يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع صنعاء، أيضا سأطلب من الكنترول المحاولة مجددا. أتحول إليك أستاذ وضح، برأيك لماذا كل هذا الخوف والتوجس من الصحافة والصحفي من قبل الإنقلابيين أو سلطة الإنقلاب في صنعاء؟ هذه طبيعة لدى كافة الأجهزة والأنظمة القمعية والميليشيات والتنظيمات القمعية. الحوثيون وعلي عبد الله صالح هم يمثلون الآن تحالفا إنقلابيا شن على اليمنيين حربا واسعة النطاق، فرض عليهم انقلابه بقوة السلاح، وبالتالي فإن أي محاولة لمعارضة هذا الانقلاب ومناهضته لابد أن تتعرض للقمع والقمع الشديد. أيضا الصحفيون هم دائما في وجه المدفع كما يقال، بحكم أنهم هم من ينقلون الحقائق ويكشفون الكثير من الاختلالات والكثير من الوقائع على الأرض، وخصوصا انتهاكات حقوق الإنسان، و يكشفون جرائم الميليشيات. كان علي جاحز يتحدث قبل قليل عن أن
الصحفيين ووسائل الإعلام هي من غادرت اليمن وذهبت إلى الخارج لكي تنفذ أو تمارس أنشطتها ومهامها، بالرغم من أن هناك العشرات والمئات ربما من الزملاء وداخل اليمن وفي صنعاء تحديدا لا يستطيعون أن يمارسوا أي أنشطة أو مهام إعلامية خوفا من تعرضهم للاعتقال والاختطاف والتعذيب وما إلى ذلك. هناك من تم اعتقالهم بسبب منشوراتهم على الفيسبوك، وهناك حتى من تم اعتقاله بسبب أنه وضع لايك أو إعجاب لمنشور في الفيسبوك، وهناك من تم اعتقاله بسبب تغريدة على تويتر. هناك من تم اعتقالهم بدون أي سبب وضاح، يعني وآخرهم ربما الزميل يوسف عقلان. نستقبل معنا أيضا من جنيف عضو نقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ نبيل السيدي. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أهلا أستاذ نبيل، قبل يومين أوقفتم إجراءات دفن الزميل محمد العبسي الذي توفي في ظروف غامضة في صنعاء، لماذا؟ قبل أن نترحم على زميلنا محمد العبسي نشير إلى نقطة رئيسية هامة. أنا نأسف بشدة أن يصل الأمر إلى أن يقوم أحد الصحفيين بإلقاء التهم ضد زملائنا كالحديث والعملاء والمرتزقة، بل أنه من المخزي أن يدعو صحفي إلى اعتقال واختطاف وتعذيب زملائه. لم يحدث هذا الأمر أبدا، يدعو الحرية الصحفية. لقد تم اختطاف الصحفيين دون أي مصور قانوني، تم قتل الصحفيين أمام عدسات الكاميرا، أحمد الشبانية تم قنصه، محمد اليمني هذه أمام عدسات الكاميرا، ونجد من ينكر، بل نجد من يقول بأنه التعذيب أمر ضروري حتى لو لم يكونوا صحفيين. يعني هذا انتهاك لكل القوانين الدولية، حتى لو كانوا جواسيس لا يتم تعذيبهم بأي حقيقة. علينا أن نكون واقفين، الأرقام والوقائع لا تكذب. ما حدث خلال العامين الماضيين لم يحدث منذ أن عرفت الصحافة في اليمن. هناك توحش فظيع ضد الصحفيين، الرأي والتعبير قتلت تماما. لم نعد نطالب بحرية الرأي والتعبير، بل نطالب بحرية الحياة لزملائنا الصحفيين. 19 صحفيا وضعت اليمن في المرتبة الأولى، المرتبة الأولى مع سوريا في الدول الأكثر على الصحافة في العالم، التقارير المحلية الدولية كلها تؤكد أن جماعة الحوثي يعني ارتكبت 8% من الانتهاكات ضد الصحافة، فيما 20% ارتكبتها يعني توزعت بقية الانتهاكات على الشرعية والمقاومة بأنواعها والقاعدة. طيب أستاذ نبيل، أستاذ نبيل، يعني بما أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ علي جاحز وأتمنى أنه تستمر محاولة الاتصال به، هو كان يتحدث، سوف أحاول أتبنى وجهة النظر التي كان يتحدث بها. هو يقول بأنه كيف يمكن أن يجمع الواقع بين حرب و يعني عمالة وارتزاق لدولة عدوان كما يقول، وبين حرية صحافة، وأن سلطة الحوثيين كما كان أيضا يقول بأنها مضطرة لإيقاف هذا الصوت يعني استنادا لثوابت وطنية. أولا القرار الدولي الخاص بمجلس الأمن رقم 22 يؤكد بشكل واضح بأن الصحفيين هم من الأفراد المنظمات المجتمع المدني، وبالتالي على كافة أطراف الصراع، على كافة في مناطق الحروب والنزاعات، على تلك على كل الجماعات أن تحترم حق الصحفي في الحصول على المعلومة وأن تحافظ على حق تقدم له كافة وسائل الحماية. هذا قانون دولي وقانون إنساني، لا يعني أن هناك حربا أن تنتهك حقوق وحريات الآخرين. اقتحام المنازل، بأي عرف تم اقتحام المنازل هذا؟ بأي حق تم قال الصحفيين تحت مبررة كانوا في أحد الفنادق يعملون يغطون بسبب انقطاع النت وتم اعتقالهم منذ سنة نفس. عليهم أن يخبرونا أين ذهب وحيد الصوفي سنة وثمانية أشهر وهو مختطف ولا نعرف مخفي قسريا ولا نعرف مصيره حتى الآن. محمد المقري أيضا تم اختطافه ولا نعرف مصيره. عن أيضا حالات التعذيب، نحن ناشدناهم أكثر من مرة بنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. عبد الخالق عمران
أصبح مقعدا عن الحركة بسبب التعذيب. أكرم الوليدي حالته الصحية سيئة جدا بسبب تعرضه للكثير من الأمراض. هناك الكثير يعني النبي سبيع تعرض لإطلاق الرصاص. حالات الاعتداء على الصحفيين كثيرة وبالغة جدا، كان آخرها ما حدث للزميل محمد العبسي. نحن في نقابة الصحفيين طالبنا بإيجاد تحقيق خاص ومستقل وحيادي إزاء القضية لكشف ملابس. نحن ندعو الزملاء وكافة وسائل الإعلام لعدم استباق الأحداث والتحليل لنتائج ما حدث للزميل، لكننا في نفس السياق نؤكد أن من حقنا كزملاء وكأسرة صحفية وكأسرة عائلية للزميل محمد العبسي أن نعرف الذي حدث له. هناك يعني أبدت المنظمات الدولية الدولي للصحفيين أصدر بيانا يؤكد فيه استعداده لإرسال طبيب من قبله لمشاركة في اللجنة الطبية. أي الصليب الأحمر الدولي اليوم وافق وأبدأ استعداده للحضور والمشاركة في تشريح الجثة ومعرفة أسباب الوقوع. الآن عليهم أن يثبتوا أنهم بريئين من دم الزميل. إلى ماذا أفضت هذه العروض أستاذ نبيل؟ نعم، إلى ماذا انتهت هذه العروض من قبل الصليب الأحمر ومن قبل الاتحاد الدولي للصحفيين؟ هل تم الموافقة على استقبال وفود من قبلهم؟ هذه العروض مطروحة لمعرفة أسباب الوفاة. عليهم أن يكونوا جادين وحقيقيين. إذا لم تلوث أيديهم بدم الزميل محمد العبسي فإنهم سيسمحون لمئات اللجان الطبية لتثبت براءتهم من حالة الوفاة للزميل الغامضة للزميل محمد العبسي. لكن تصلبهم ورفضهم وامتناعهم عن التعاطي مع مطالبات النقابة ومطالبات المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدولي واتحاد العربي للصحفيين بإرسال لجنة طبية أو إرسال جثته إلى الخارج معرفة سبب الوفاة، هذا دليل على أنهم متورطون في الجرم، بل ونحن نحملهم المسؤولية. نعم إذا لم يتم طيب مسألة إحالة يعني القضية قضية الشهيد دعنا نقول محمد العبسي إلى النائب العام التابع أيضا لجماعة الحوثي التي تعتبر متهمة بطبيعة الحال، يعني إلى أن تثبت براءتها، كيف تقيموها في نقابة الصحفيين، وإلى أي مدى يمكن أن تتقبلوا نتائج تفضي عن هذه التحقيقات التابعة لمؤسسات تابعة للانقلاب؟ لقد صرحنا أكثر من مرة بأننا يتم إجراء تحقيق حيادي ومستقل ومن قبل لجنة دولية طبية وبإشراك نقابة الصحفيين في كافة الإجراءات التحقيق بما فيها إشراك المستشار القانوني لنقابة الصحفيين فيها تلك التحقيقات، فإننا يعني نعرف بأي نتائج مسبقة. أحب أن أشير إلى نقطة هامة جدا بأن مثل هذه الأحداث حتى ولو أظهرت التحقيقات من قبلهم ما لا يعني أشياء نحن بدون آليات وقواعد طرحناها مسبقا ان احنا اولا لن نعترف بها، كما انها لن تسقط بالتقادم، ونعد باننا سنفتح الملف مره اخرى ومره ثالثه، كان هذا اليوم او غدا او بعد عام وحتى بعد نعم استاذ نبيل. نعم ونحن نتابع هذه التصريحات التابعه لنقابه الصحفيين والجهود التي تقوم بها. اسال الان الاستاذ وضاح الجليل وهو ايضا عضو في نقابه الصحفيين اليمنيين وواحد من ضحايا بطبيعة الحال ضحايا الانقلاب. طبعا أطلب من الأستاذ نبيل العسيدي البقاء معنا، سنعود إليك أستاذ وضاح. كيف تقيم أداء المنظمات الدولية المهتمة والمعنية بالحريات وحقوق الصحافة والإعلام، وأيضا تحديدا نقابة الصحفيين اليمنيين ووزارة الإعلام اليمنية فيما يتعلق لحالة التجريف التي طالت الصحافة والصحفيين في البلد؟ نعم، لا أريد أن أتحدث أو كنت لا أريد أن أتحدث في هذا الشأن خصوصا، وأن البلد في وضع استثنائي خطير جدا، ولا نستطيع أن نلوم هذه الجهات بسبب تقصيرها فيما يحدث من انتهاكات لحرية الإعلام والصحافة في اليمن، لكن التقصير هو موجود وبشكل ربما واسع خصوصا من قبل المنظمات الدولية التي كان بإمكانها أن تفرض واقعا آخر بحكم قوة حضورها الدولي ومن خلال ضغطها على كافة الأطراف المعنية بالصراع في اليمن، أقصد الأطراف الإقليمية والدولية التي يمكن أن تؤثر لدى الإنقلابيين بما يمكنها من العمل داخل اليمن، وك
كشف الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات. لكن بالنسبة لوزارة الإعلام ونقابة الصحفيين، الأمر مرتبط بالتأكيد بالحرب والسيطرة الميدانية على الكثير من المناطق في اليمن وعدم قدرتها في الوصول إليها. أود أن أشير هنا، أولاً بعد أن أصحح هذه المعلومة، أنا لم أحصل بعد على عضوية نقابة صحفيين يمنيين. أود أن أشير إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود تحدثت عن انتهاكات حقوق انتهاكات الحرية الإعلامية في اليمن بشكل كبير وموسع من خلال أكثر من تقرير وأكثر من بيان صحفي. ذكرت المنظمة أن التنظيم جماعة الحوثي يأتي في المرتبة الثانية بعد داعش في انتهاك حرية الإعلام والصحافة في اليمن، وهذا الإنجاز لم يسبق أن حققته أي جهة يمنية. أقصد أن لم يحصل لجهة يمنية أن حصلت على المرتبة الثانية في أي تصنيف. الحوثيون استطاعوا أيضا أن يجعلوا اليمن تأتي في المرتبة 170 من بين 180 دولة في انتهاك حرية الصحافة والإعلام، وطبعا الدول التي سبقت اليمن كانت هي التي بعضها تسيطر عليها جماعات إرهابية مثل داعش في سوريا والعراق. هناك تحريض من صحفي الجماعة. علي جاحظ نفسه كتب في أكثر من منشور على الفيسبوك يحرض ضد الصحفيين والإعلاميين داخل اليمن. عبد الملك الحوثي زعيم هذه الجماعة حرض في أكثر من تصريح وأكثر من خطاب له حرض ضد الصحفيين في اليمن، وقال أنهم أشد خطراً حسب وصفه أشد خطراً من قوات ومقاتلات التحالف العربي. وهذا التحريض كان وإعازا لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الصحفيين، كما حرض أيضا على الاحتجاجات الشعبية التي قبل بدء عاصفة الحزم كانت هناك كثير من الاحتجاجات الشعبية في شوارع صنعاء، وداعش كان يصف أن من يخرجون في هذه الاحتجاجات هم يريدون أن ينتجوا الفوضى ويحولوا البلد إلى فوضى، وحرض ضدهم. وكانت وسائل القمع التي توجه ضد هؤلاء المحتجين بناء على هذا التحريض. الواقع الذي يمكن أن نتحدث عنه في اليمن ولا يرتبط فقط كما قلت بحرية الإعلام، إنما بكافة الحريات، وكما أشار الزميل والصديق نبيل الأسيدي إلى أن اليمنيون الآن يبحثون عن حق الحياة فقط. نعم وضح. إذن يعني هو ما يتعرض له الصحفيون في البلد هو جزء من انتهاكات تطال كل يعني مظاهر الحياة في البلد، دائما بحق الإنسان بالحياة كما أشرت، انتهاء بالحقوق والحريات الأخرى. أستاذ نبيل الأسيدي، إذن تحدث الأستاذ وضح عن تصنيفات خطيرة جدا ربما يعني تعد الأخطر على مستوى المنطقة، صنفت جماعة الحوثي كثاني جماعة يعني تستهدف الصحفيين، بعد جماعة داعش صنفت اليمن من أكثر الدول فتكا بالصحافة، وصنفت أيضا ضمن أرقام تعد الأدنى في العالم فيما يتعلق بحرية الصحافة. أستاذ نبيل الأسيدي، إلى أين تمضي بنا هذه الجماعة وبواقع الصحافة والحريات، وهل نحن في 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 اتجاه يمكن بعد ذلك معالجته واستعادة عافية الإعلام والصحافة في البلد؟ نتحدث عن شيء اسمه حرية الصحافة أو إعلام أو صحافة في اليمن. لقد قتلت الصحافة في اليمن منذ دخول الميليشيات إلى العاصمة، كان هذا الأمر واضحا. عن أي صحافة نتحدث؟ لم يعد هناك أي قنوات، 130 موقع تم إغلاقهم يعني مواقع عربية ومحلية ودولية، أيضا القنوات الفضائية تم إغلاقها جميعا، مكاتب القنوات العربية والدولية تم إغلاقها. ما يتم الآن هو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مواقع إلكترونية يعني من الخارج وإلى ذلك. تم تسريح مئات الزملاء من أعمالهم، 300 موظف في إذاعة صنعاء تم تسريحهم وإعادتهم إلى منازلهم، هذا قبل إيقاف الرواتب وانتزاعها واختطاف يعني بقية المستحقات المالية. في التلفزيون الفضائية اليمنية تم تسريح 400 موظف، في مؤسسة الثورة تم تسريح 200 موظف. هناك كارثة أكبر نحن الآن لم نشعر بها حتى الآن، وهي الضخ مئات من
الدخلاء على المهنة الصحافة في المؤسسات الرسمية كوكالة سبا والثورة والإذاعة ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون. هناك ضخ كبير لأعداد هائلة من المناصرين للجماعة وفي شتى المرافق، بل أن الكثير منهم تقلدوا مناصب قيادية في المؤسسات الإعلامية. آخرها وهذه نموذج بسيط، يعني حينما كانت يعني المشرف وزارة الإعلام من قبل اللجنة الثورية أصبح الآن وزيرا للإعلام في حكومتهم، يعني مسلح وقادم من أرض يعني إلا منهم قاتل، فهو الآن تحول إلى وزير إعلام في حكومتهم. هذا نموذج بسيط. كافة القيادات الإعلامية تم تغييرها وبشكل كامل، حتى التي كانت موالية أو التي كانت ساكتة، نقول أو التي كانت ساكتة أو رافضة الحديث بسبب الأوضاع تم تغييرها إن لم يكن هناك صوت عالي لصالحهم أو مرتزق أو خائن. في المقابل أيضا هناك تقصير واضح من حكومة الشرعية إذا ما يتعرض له الصحفيين في اليمن. هناك يعني صحفيين مشردين في الداخل وصحفيين مشردين في الخارج، الزملاء نعم سيد نبيل، وهذا طبعا يعني احد ايضا الاصدقاء شاركنا على الصفحه تحدث بانه ان اعلام الانقلاب قوي وساعدهم في ذلك في الفتره السابقه، ايضا سيطرتهم على وسائل الاعلام وتزييفهم لعقول انصارهم، ويتساءل لماذا فشل الصحفيون واعلام الشرعيه في توعيه الناس داخليا وفشلوا في ايصال الجرائم التي يقوم بها الانقلابيون خارجيا بالشكل المطلوب. الأمر بسيط جدا، لقد سيطرت الميليشيات على كافة مقدرات الدولة بما فيها مقدرات المؤسسات الإعلامية بكافة إمكانياتها، مؤسسة الثورة، عرق صحيفة، أيضا يعني التلفزيون بكافة وسائله، يعني ما وكالة سبا أيضا كان فيها قرابة 1000 موظف، يعني هؤلاء هم الآن تحت سيطرة الجماعة، بينما الزملاء العاملين مع الحكومة الشرعية سبا تقريبا إلى 5 أشخاص فقط. نعم، إذا أستاذ نبيل أشكرك أستاذ نبيل. أخرى أيضا نعم، يعني صحيفة المصدر تم نحبها بالكامل. إذا جرائم لا يمكن حصرها ربما في حلقة واحدة، تحتاج إلى سلسلة من الحلقات فيما يتعلق بانتهاكات الصحافة والصحفيين. أشكرك أستاذ نبيل أسيدي. وسؤال أخير لأستاذ وضاح الجيل، أمام هذه الكارثة الكبيرة التي حلت بواقع الصحافة في البلد برأيك ما هي البدائل المتاحة الآن أمام الصحفيين والمهتمين بالمهنة؟ نعم، ربما أن البدائل صعبة جدا ومكلفة كثيرا، خصوصا وأن البلد واقع تحت سيطرة الانقلاب. هناك المدن التي ما يزال مسيطر عليها الانقلابيون لا يوجد فيها سوى صوت إعلامي واحد أو صوتين، لنقول هو صوت تحالف الانقلاب الحوثي وعلي عبد الله صالح، ولا يمكن السماح لأي صوت إعلامي آخر بالعمل داخل هذه المدن والمناطق. حتى القنوات الفضائية التي الخارجية والإقليمية والدولية التي كانت تعمل داخل المحافظة اليمنية أو داخل اليمن لم يعد يسمح بنشاطها إلا للقنوات التي تتقرب. أو ما الحل إذن وضح؟ الحل هو أن يعمل الصحفيون من خارج المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وأن يبذلوا جهودا وتكون هناك تكاتف وجهود كثيرة وأنشطة كثيرة من أجل إعادة الصحافة اليمنية إلى الواجهة وتمكينها من العمل وممارسة أنشطتها وتقديم الواقع إلى اليمنيين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا مفر من إزاحة الانقلاب وإعادة الدولة اليمنية وتمكين اليمنيين من العدالة والإنصاف وتحقيق دولتهم التي ستحقق لهم كافة حقوقهم وتضمن لهم حرية الرأي والتعبير وكافة الحقوق الأخرى. نعم، وربما هذا يعني أصبح بعيدا من وضاح القليل. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القاهرة، كما أشكر الصحفي علي جاحز كان معنا من صنعاء، وقد حاولنا الاتصال به لكنه اعتذر بسبب ارتباطه مع قناة أخرى أو ارتباط آخر. أيضا أشكر من جنيف كان معنا رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ نبيل الأسيدي، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد. في أمان الله.